نعم كوثر، يعني آخر تطورات في وسط قطاع غزة هي استمرار الغارات الإسرائيلية والقتل الإسرائيلي للفلسطينيين في محاور مختلفة وبغارات إسرائيلية مختلفة على وسط قطاع غزة، حيث تركزت هذه الغارات على مدينة دير البلح بالتحديد على منطقة حي السلام، عندما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل يعود لعائلة عبد الجواد، راح ضحية هذا الاستهداف شهيدين منهم الصحفي وهو ونجله وعدد آخر من المصابين الذين تم نقلهم جميعا إلى مستشفى الشهداء الأقصى. هذا بالنسبة للليلة الماضية، ولكن في نهار هذا اليوم كان هناك غارات عدة قامت بها الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا المدفعية الإسرائيلية على مخيمي المغازي والبريج، وهي المخيمات الشرقية لوسط قطاع غزة، وأيضا طالت هذه القذائف المدفعية مشارف وسط قطاع غزة بالتحديد المناطق الغربية لمشارف مخيم النصيرات في المنطقة الشمالية الغربية لوسط قطاع غزة بالتحديد ما يعرف بمنطقة مركز العودة، إضافة إلى ذلك بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي والمعروفة بطائرات الاستطلاع التي تسمى بالكواد كابتر والتي باتت محملة بالطائرات الحربية أو بالرصاص التي تقوم بإطلاقه على المواطنين، قامت بإطلاق الرصاص على عدد من المواطنين بالتحديد في منطقة مخيم البريج، أصيب عدد من المواطنين. وأيضا كان هناك استهداف آخر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، هذه المرة لأطقم الإسعاف والطوارئ التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. كان هناك تنسيق من قبل الصليب الأحمر لعدد من سيارات الإسعاف بالذهاب إلى شمال قطاع غزة وتقديم مساعدات طبية للجرحى والمصابين وأيضا المرضى في مدينة غزة وشمالها. ورغم هذا التنسيق المسبق ما بين الصليب الأحمر والاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الاحتلال قام بإطلاق الرصاص على هؤلاء المواطنين وقام على هؤلاء المسعفين وقام بإصابة واحد واستشهاد صحفي واستشهاد مسعف آخر جراء هذه الطلقات التي أطلقتها الرشاشة الإسرائيلية على هؤلاء المسعفين. ومن ثم قام الاحتلال باعتقال كافة الطواقم التي كانت موجودة، وهنا نتحدث عن ثلاث سيارات كانت موجودة بالمكان. إضافة إلى ذلك نتحدث عن التحريق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا طائرات الاستطلاع التي لا تغادر سماء القطاع وهي تبحث عن أهداف جديدة لها داخل قطاع غزة، كل ذلك ميدانيا، ولكن كل الأنظار حاليا تذهب وتطلع إلى ما يدور في القاهرة من مباحثات ومفاوضات توجد فيها حركة حماس بعد أن ردت على وثيقة إطار الاتفاق الذي كان قد قدم وقالت بأن أنها قد قدمت هذا الرد، وهناك مباحثات لأن يكون هناك اتفاق مفصلي ونهائي لهذه الورقة وهذا الاتفاق. ولكن رغم وجود هذا الوفد في القاهرة وهو برئاسة رئيس المكتب السياسي أو نائب رئيس المكتب السياسي في لحركة حماس في قطاع غزة السيد خليل الحية، يقول الفلسطينيون هنا في قطاع غزة إنهم يتطلعون لإنهاء هذه الإبادة الإسرائيلية الممتدة لليوم 24 بعد 100، ويقولون أيضا إنهم يتطلعون لإنهاء هذه المعاناة التي لم تتوقف عند قتل أو تشريد أو إصابة أو نزوح، وإنما تمتد للتجويع وأيضا للفقر وإلى الحاجة، وهذا ما لاحظناه من خلال الشهادات التي بتنا نسمعها من شمال القطاع وأيضا من مدينة غزة بأنهم وصلوا لمرحلة المجاعة ولجد ما يدخل لهم من مساعدات إنسانية. حتى هنا في وسط القطاع كما باقي مناطق قطاع غزة كل ما يدخل إلى بيوت وخيام النازحين هو بالكاد يكفيهم لأيام معدودة، وهي مساعدات شحيحة جدا جدا لا ترتقي لمستوى وحجم معاناتهم وما يتكبدون من معاناة بشكل يومي مع استمرار هذه الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.